لو رجعت متابعينك اصلا خليه فعل اليوتيوب، لو دي اول مره بتشوف فيديو بتاعنا ما تنساش تنزل تدوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس، لو في اي سبسكرايب عليه يا ريت تعالى في صندوق التعليقات ونرد عليك فور ابوت. فيديو النهارده هنتكلم فيه على ازاي تقدر تعمل تعريب للفوتوشوب سي سي 2019. كتير مننا بيحتاج اللغه العربيه دايما في الفوتوشوب، لان في بعض المصطلحات اللي باللغه الانجليزيه ما بيعرفش يتعامل معاها او في مشكله بالنسبه له، وبعض المصطلحات اللي هو ما بيعرفش يوصل لها خصوصا في التحديثات الجديده. في الفيديو ده ان شاء الله نتعرف مع بعض ازاي نضيف اللغه العربيه في البرنامج. تابعوا معايا الفيديو للنهايه، ما تنساش تنزل تحت تدوس على زر الاشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبدا الشرح. اول حاجه يا شباب اللي احنا بنخش على برنامج الفوتوشوب بندوس على قائمه ستارت، وبعد كده بنفتح الفوتوشوب او ادوبي فوتوشوب سي سي 2019. زي ما احنا شايفين واجهه البرنامج باللغه الانجليزيه زي ما احنا شايفين. اول حاجه بنعملها بندوس كنترول كي علشان نخش على قائمه الاعدادات او الاداء الخاص بالبرنامج. بعد ما بنفتح القائمه دي بتظهر معانا حاجه اسمها جنرال. الجنرال دي الاعدادات العامه الخاصه ببرنامج الفوتوشوب. هنيجي على حاجه تحت الجنرال اسمها انترفيس، هندوس على الانترفيس بالشكل ده، وبعد كده هنلاقي حاجه تحت هنا اسمها برزنتيشن. هنخش على البرزنتيشن دي وهنلاقي ان اليو اي لانجويج انجلش، هي اللغه الانجليزيه بس اللي موجوده معانا. كده البرنامج معانا باللغه الانجليزيه. طيب ازاي هنعمل تعريب للبرنامج الفوتوشوب سي سي 2019؟ اول حاجه هسيب لك ملف تحت فيه ديسكريبشن، هنقفل بس برنامج الفوتوشوب الاول. الملف ده هو ملف اللغه العربيه خاص ببرنامج الفوتوشوب سي سي 2019. نخش الاول على وهناخد الملف ده كوبي، وبعد كده نخش على ماي كمبيوتر، وبعد كده نخش على السي، وبعد كده نخش على حاجه اسمها بروجرام فايل، وبعد كده نخش على فولدر. اول فولدر فوق عندي اسمه ادوبي، بعد كده بنلاقي خيار فوق اسمه ادوبي فوتوشوب سي سي 2019. هنفتح الفولدر ده كده، بعد كده هنروح على حاجه اسمها لوكالز. هنفتح اللوكالز كده هنلاقي هنا اي ان يو اس اي، هو اللغه الانجليزيه. هتيجي في الملف ده او الفولدر ده هتدوس كليك يمين وتعمل باست او كنترول في وتنسخ الملف اللي احنا نسخناه، هو ملف اللغه العربيه. هندوس كونتينيو، هتلاقي هنا ملف اللغه العربيه اتضاف على فولدر او داخل فولدر اللوكالز الخاص باللغات لبرنامج الفوتوشوب سي سي 2019. هنقفل كده، وبعد كده نروح على برنامج الفوتوشوب ونفتحه. طبعا لحد دلوقتي احنا ضفنا ملف اللغه، لسه ما غيرناش اللغه الام للبرنامج. هندوس على كنترول كي علشان نخش على اعدادات البرنامج. هنخش على قائمه الاداء، وبعد كده هتظهر لنا اول خيار فوق هو خيار الجنرال، وبعد كده هننزل على الخيار التاني هو انترفيس، وبعد كده نخش على برزنتيشن هنلاقي حاجه يو اي لانجويج، وبعد كده هنلاقي ان اللغه العربيه ظهرت معانا بالشكل ده. هنختار اللغه العربيه، وبعد كده هندوس على الاوكي، وبعد كده نطلع من البرنامج او نعمل ريستارت للبرنامج. هنخش نفتح البرنامج مره ثانيه. لو جيت بصيت هنا هتلاقي هنا في قراءة التفضيلات البرنامج يتحول للغة العربية. زي ما احنا شايفين هنلاقي فوق قائمة المهام، فوق الملف وتحرير وصورة وطبقة وتحديد ومرشح وابعاد ثلاثية وعرض نافذة وتعليمات. بتدوس ملف هنا بيظهر لك القائمة باللغة العربية كلها، ما فيهاش اي اختلاف او اي صعوبة. هندوس مثلا فتح ونفتح اي ملف ونشوف بقية التعديلات او الاضافات داخل البرنامج عاملة ايه. هنضيف مثلا اي ملف من داخل او هنضيف اي صورة عشان نشوف بقية البرنامج. هنلاقي هنا الخيارات، لو جيت وقفت مثلا على الماجيك تول هتلاقي هنا اداة حبل التحديد وحبل مضلع، هنا يعني الادوات كلها اداة التحديد السريعة بدأت باللغة او بقت باللغة العربية. طيب كده شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، اتمنى انها تكون حلقة مفيدة جدا لحضراتكم. رابط اللغة العربية لبرنامج الفوتوشوب سي سي 2019 تلاقيه موجود تحت في ديسكريبشن. اتمنى الفيديو النهاردة يكون مفيد جدا، نشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم اسلام خليفة، سلام. طيب خبرت.